ووزارة العمل بتبدأ متابعة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اللي هي زادت من 3000 ل 3500 جنيه مع العلاوة الدورية السنوية، وأيضا بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، يعني 200 جنيه كحد أدنى بدل من 100. وطبعا السؤال هنا، هل كل المنشآت الخاصة ملزمة بتطبيق ولا لا؟ احنا معانا الدكتور الأستاذ مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر. اهلا بك يا فندم منور. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني بالنسبة طبعا لدخول القرار بتاع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بتقول وزارة العمل ان هي هتتابع تطبيقه، لكن الى يعني الى اي مدى الكل ملزم في القطاع الخاص بتطبيقه، وازاي تتابعوا آلية ايضا التطبيق دي؟ في البداية طبعا هو عايز اقول ان مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ل 3500 جنيه رغم التحديات اللي كانت بتقابل القطاع الخاص خلال الفترة اللي فاتت، احنا بنعتبره قرار ايجابي خلال هذه المرحلة. مسألة هل في استثناءات؟ بالطبع لا، يعني المجلس القومي للأجور لم يستثني احد من القرار، حتى في الصناعات الصغيرة ومتناهيه الصغر لم يستثنيهم من هذا القرار. الكل يجب ان يطبق عليه الحد الادنى للأجور 3500 جنيه. وفي هناك يعني لجان اسمها لجان تفتيش المفروض بتمر على الشركات بشكل دوري، دي لجان بتتبع وزارة العمل، دي بتراجع بشكل دائم مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص. دي نقطة. النقطة الثانية، طب افرض في حالة ان في شركة ما طبقتش، يعني يمكن الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق كان طلع كتاب دوري ونشره في الجريدة الرسمية، قال فيه أن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات الأجر، وأي تلاعب في مفردات الأجر العامل يعني صاحب العمل بيتعرض لغرامة تتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه وتتعدد بعدد العمال. يعني مش الغرامة على المنشأة من 100 500 بس، لا ده كمان بتتعدد بعدد العمال. دي نقطة. النقطة الثانية إن في حالة الإصرار على عدم دفع الحد الأدنى للأجور المفروض كمان بتتضاعف الغرامة، يعني المفروض في يعني في شركه اللي كان بقى الدفع يبقى في غرامه على الشركه، وغرامه برضو مش قليله، غرامه كبيره يمكن توازي تقريبا قيمه الحد الادنى للاجور. طب لو انا شغال في مؤسسه وعامل وشايف انه ما اتطبقش عليا الحد الادنى للاجور اعمل ايه؟ طيب قدامك اكتر من طريق تمشي فيه. يا اما تبلغ لجنه الشكاوى اللي هي التابعه للمجلس القومي للاجور، نمره 2 بتبلغ او تبلغ مديرية القوى العاملة اللي تابع ليها، نمرة 3 لو عندك نقابة ممكن نقابتك هي تقوم بالدور بالنيابة عنك وتبلغ الجهتين التانية. اوكي، انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا استاذ محمد البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والاعلان عن التنفيذ ومتابعة تنفيذ اجراءات زيادة الحد الادنى للاجور بالنسبة للمنشآت الخاصة، واللي لن تستثنى فيها او تستثنى فيها اي مؤسسة مهما كانت. وحضرتك عندك آلية ذكرها الأستاذ إيهاب، لو ما تمش تطبيق ده عليك تلجأ لمين؟ أستاذ مجدي البدوي طبعا قال لنا أنه الكل يستحق هذه الزيادة وبشكل دوري بعد كده كمان، وليك طرق معينة تستطيع بيها أنك تلجأ لضمان تنفيذ هذا القرار، لأنه لو ما تمش تنفيذه المؤسسة نفسها هيقع عليها غرامات وعقوبات كبيرة ماديا أولا.